السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الثاني من جيومتري بولي دي بيتون. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نتعرف على ان فورم جيومتري. هات نشوف الفورم هذه. الفورم هذه عندها ان سنتر اي دي ديامتر 2000، دونك 60 سيركل. هات نشوف الفورم هذه. الفورم هذه عندها ان سنتر مي دي ديامتر مختلفين، دونك هذه ما هيش سيركل. نشوف الفورم من بعد. الفورم من بعدها عندها تروا كوتي، تروا كوتي، دونك ستان تريانجل. تعدوا الفورم لي فورم هذا، لي فورم هذا كلهم عندهم كات كوتي، دونك نسموهم كوادريلاتير. كوادريلاتير. هات نشوف الفورم هذه. الفورم هذه عندها كات اونجل دروا، دونك سي تان ريكتانجل، سي بار ديفينيسيون. كات اونجل ريكتانجل، هذه اونجل ريكتانجل، وهذه اونجل ريكتانجل، وهذه اونجل، وهذه اونجل ريكتانجل. نمشيو للفورم هذه. الفورم هذه A دو كوتي كونسيكوتيف دو ميم لونغور، هذا وهذا. دونك سي تان لوزانج. هات نمشيو للفورم هذي. الفورم هذي لوزانج، اما عندها ان انجل دروا، يتسي في ان انجل دروا، نسموها كاري. نمشيو للفورم هذي. الفورم هذي عندها دو باز باراليل، دونك سموها ترابيز. هات نشوفو لي كا بارتيكولي متاع باراليلوغرام. ريكتانجل، ريكتانجل يتم باراليلوغرام كي ا ان انجل دروا، يسي في ان انجل دروا. شدوها مليح. اللوزانج، لوزانج يتم باراليلوغرام ايون دو كوتي كونسيكوتيف دو ميم لونغور، عندو ضلعين متاليين متقايسين، سموه معين. والكاري شدوها مليح زاد. هذه الكاري ايتان لوزانج ريكتانجل، هو لوزانج عنده زاوية قايمة. وهكا نكونو كملنا حكاية لي فورم جيومتري. واذا عجبك الفيديو ما تنساش باش تعمل جيم، تعمل سبسكرايب، تعطينا انطباعاتك للفيديو هذا.